مرحبا، كان عم نشتغل فيزيكس جريد 9، سؤال فيزيكس للميكانيكس صف بروفي. فإذا the object is a thermal stiffness، بدي أعرف ال K اللي هو of an elastic spring. elastic يعني بيمغط. spring R سمينا R. R is suspended vertically with its upper end O fixed to a horizontal support. فإذا الطرف الأعلى مثبت. Its lower end A carries a solid S of center of gravity G mass M نص كيلوغرام. طيب فإذا موصل بشي ومدندبة خالص. The solid is then submitted to two forces, the weight and tension of the spring. At equilibrium, the elongation of the spring is x equal 10 cm. فإذن the elongation elongation أنا بفهمها إنه طوله، مش عارف إذا هو فرق الإلونجيشن عن مش عارف إذا شو قصده بالإلونجيشن، هل هو الطول ولا هو الفرق، مش عارف هلا بيبين معنا بالسؤال. قد يكون الفرق عن الحالة الطبيعية، يعني مثلا بالحالة الطبيعية قد يكون من دون ما يتمغط، قد يكون هو فرضا 8 سنتيمتر. عم بيقول لك طوله صار 10 سنتيمتر، انه قد يكون طوله النهائي، وبالتالي 10 ناقص 8 بيكونوا 2 سنتيمتر التمغيط، وقد يكون التمغيط ولكن بستبعد لانه هيك منظره 10 سنتيمتر بزيادة عليه. انا بقول بس ماني متأكد، هلا بشوف. indicate for each of these forces if it's a contact or a force acting at a distance. هون لازم يكون في space بين هالكلمتين. كل واحدة من هول هل هي contact ولا acting at a distance، لنقول شو قلت لنا. at equilibrium x equal هيدا انت اعتبرت elongation يعني كانه بدك تستعملها على اساس التمغيط هو 10، فيبدو التمغيط يبدو هيك، بالاخص انه ما معنى ال L0 ال initial length خليني اقول وال final length الطول النهائي والطول الابتدائي، وبالتالي elongation معناتها تمغيط، يعني الفرق بيناتهم، يعني مثلا L minus L0 أو الدلتا L، أنت بتسميها دلتا L أوقات. tension هي contact force، الويت هو acting at a distance. هلا التبرير ما بعرف شو التبرير، إذا بدك تبرر شو بدك تقول، بدك تقول إنه tension معلق فيه فهو ماسكه، والويت الكرة الأرضية بالحساب منا معلقة ومنا دائرة بال object يعني بالسوليد يعني. acting at a distance لأنه في gravity، لأنه هون فيك تقول gravitational force، هون فيك تقول ما بعرف شو تقول contact force tension، خلص ما تبرر ما بعرف شو تقول. طيب 2 indicate the point of application line of action direction of W. the point of application center of gravity line of action vertical صح downward صح. calculate magnitude للويت، الويت هي M times G نص كيلوغرام times 10^5 نيوتن. طيب ترجع بتقول show that the magnitude of the tension T 5 نيوتن، مظبوط مثل ما حكينا قبل، بتقول 5W زائد T equal to 0 summation، هذا vectorial sum، بالvectorial sum مجموعهم كفكتورات equal to 0 plus مش minus، ولأنه هون بلس إذا تي بياخده لهونيك حيصير ماينس تي، يعني بتصير دبليو إيكوال ماينس تي كفكتورز. من دون فكتورز هيدا حكينا فيها بفيديو سابق، بيكون في عندك الفرسات اللي طالعين قد قوتهم أو الماجنيتود تاعيتهم قد الماجنيتود للفرسات النازلين مثلا أو بالعكس، وبالتالي هول هن النازلين هول طالعين دبليو إيكوال تي كطول. أحلى تكتب تي إيكوال دبليو إيكوال 5 نيوتن طلع أحلى، بس ما بيأثر كله صح. وانت قلت لانه اكوليبريم فاذا مجموع الفورسات 0 صحيح. انت هون حطها then w زائد t كلها 0، بعدين تروح تكتب هاي، بعدين تكتب هاي. determine k
فالإلونجيشن هو التمغيط، هو الأكس يعني الدلتا ال، فتي هي 5 نيوتن على 10 سنتيمتر. مش غلط صح، وإن كان من الأس آي، يعني بالأس آي بنستعمل نيوتن على الميتر مش سنتيمتر. لو بدي أعمله على الميتر كنت حولت 10 سنتيمتر لميتر، ساعتها كنت قسمت 100 على 0.1 طلع 50 نيوتن بر متر. اوكي، وال5 نيوتن بضلها هي الزيت. إذن جوابك صحيح هو 0.5، لأنه هني 5 نيوتن صح. برافو. خلينا نشوف أيضا mechanical interactions in order to determine the force constant، كمان بسموها spring constant أو حتى force constant. منه اسم حلو بس أكيد صحيح. force constant K1 of an elastic spring R1 of a free length، فإذا طوله of a free length L1، فطوله هو مرتاح L1 من دون ما يكون معلق بشي. We consider the system with adjacent، ف لنشوف كيف بدنا نحله هذا. هلا ال R2 هو، هذا سؤال مهضوم عن جد مهضوم. ال R2 هو بفتكر ال R2 معنا هي السبرينج كونستانت تاعه، لازم هيك لأنه مش معقول ان اثنيناتهم يخبيهم عليك، بيكشف لك واحد لحتى تطلع الثاني، نستند لواحد بنعرفه لحتى نطلع الثاني. The extremity A of R1 محل منه مثبت to a fixed، the other extremity is connected at O to another spring R2 of stiffness K2. هي K2 معناها 100 نيوتن بر متر، منه قليل، هذا شديد شديد. مثلا هذا كان 50 نيوتن بر متر، ما بعرف انا متخيل هالرقم هيك، حسيته رقم قوي بس مش كتير قوي، لانه بتحكي ما بعرف ما بعرف، بس اكيد ما اكيد اضعف بكتير بكتير من امستورات السيارة. امستورات السيارة بيكونوا قوية طبعا، افتكر حيكون رقم ضخم بامستورات السيارة، ما بعرف قديش 1000 نيوتن بر متر، ما بعرف. and of free length L2 equal 30 سنتيمتر. طيب هذا L1 وهذا 30. طيب the other extremity B، هلا قبل ما تبلش هون السؤال لازم تعرف انه هيدا مثل ما بتمغطه لتحت وبيعمل لك اكس 10 سنتيمتر وبيولد لك فورس تي ايكوال كي تايمز اكس، كمان لو شديته طلوع 10 سنتيمتر عن ال زيرو الطبيعي المرتاح فيه، اذا بطلع فيه طلوع 10 سنتيمتر كمان حيعطيني تي بنفس الماجنيتود ولكن بالاتجاه المعاكس، يعني بيصير الرسور لما هذا السبرينج بيصير بيدفش لتحت، اذا انا عم بدفش لفوق بصير هو بيدفش لتحت. مثلا اذا انا عم كمش، انسى انه في عندي سوليد اس، لنقول ال زيرو هون هو ذراعه، انا كمشته وعم بدفش لفوق فبلاقيه هو اللي عم يدفشني لتحت، عم يدفش لي ايدي لتحت، يعني هيدا معناتها مثل ما قلت لك نفس الماجنيتود ولكن التي بيكون اتجاهه معاكس، يعني التي بيصير اتجاهه نزول. بالنسبه اذا انا السيستم تاعي او الاوبجكت اوف انترست اللي عم بعمله دراسي هو ايدي. اوكي، بنرجع لهون. يعني قصدي اقول كيف ما بتمغطوا، اذا كومبرس ولا elongated فبطبق نفس القاعده. Referring to the figure the other extremity B2 is connected to another fixed support. طيب اللي هو هون ال B، extremity B of R2 is connected to another fixed support. The system formed of R1 of R2 is at rest. هلا عم بقول لك at rest. At rest بس طولهم قديش؟ طولهم منه هلا انا شايفهم اثنيناتهم ممغطين. لاحظ 65 ناقص 35 طلع لك 30 وهيدا 20، اثنيناتهم ممغطين مش كابسين، ما حدا كابس، اثنيناتهم ممغطين. اما بتعرف لو هو الديستنس بين السبورت A والسبورت B لو كانت اصغر من 30 زائد 20، لو كانت اصغر من 50 ساعتها بيكونوا اثنيناتهم كابسين. طيب مهم،
بس هم اتنيناتهم مغطين، يعني اتنيناتهم اللينكس لهيدا ال برايم 1 حيكون اكيد اكبر من ال 1، ولا مثل ما ال برايم 2 اكبر من ال 2. على كل الاحوال show that the two springs are elongated. لنشوف شو قلت لنا. L prime 1 زائد L prime 2 equal AB. L prime 1 equal زائد 35 equal AB. بدك تقول الكلمة السحرية، بدك تقول L prime 1 أكبر من 20، أكبر من L 1 اللي هي 20 سنتيمتر. لازم تقولها، وكمان لازم تقول له L prime 2 اللي هي 35 أكبر من L، أكبر من 30 اللي هي L 2، وبالتالي اتنيناتهم elongated. بس هالقد calculate the elongations delta L1 of R1 and delta L2 of R2. طيب elongated since the first مين هيدا البارت 1 اللي انت ليش حاط 1 و 2 و 2 بي كيفك 2 A 2 B 2 C 2 A ما انتبهت انا بصراحة لهي. calculate the length L prime 1 of R1. مظبوط صح. انت قايل the two springs elongate since the first length differ from the at normal length. لا ما تقول differ، بدك تقول is smaller او the initial length. ال initial يعني بالزمن zero، يعني قبل ما بلش ال experiment، او the free length. اوكي هو سما استعمل مصطلح هو free length since the free length. فيك تاخذهم وحدة وحدة مثل ما قلت لك، تقول 35 أكبر من 30، وال شو اسمه وال 30 أكبر من ال 20، هيك بدك تقول توضحهم. يعني دلتا L1 بتساوي 10 ودلتا L2 هي 5. طيب بيرجع R1 و R2 are in interaction. واي حلو هالسؤال. طيب هذا سؤال هذا سؤال مهم. شو معناته interaction؟ interaction لما يكون في عندك فورستين، انت بتعمل فورس مثلا واحد مثل انت هون، نقول اصبعك هون شادد على الورقة، انت شادد على الورقة، فانت بتعمل على الاصبعك بيعمل على الورقة فورس فايت بالكتاب ولجوا عمقا فايت وبيخرقوا للكتاب. هذا الفورس اللي عم يعملها اصبعك على الكتاب، بالمقابل الكتاب بيعمل فورس على اصبعك. فورس طالعة بتخرق اصبعك وبتخرقه باتجاهك. الفكرة هون انه الفورستين بعكس بعض، فمثل ما انت اصبعك عم بيتفش الكتاب عم يخرقه، عم يعمل له فورس معينة، فالكتاب عم يعمل على اصبعك كمان فورس معاكسة تماما وبنفس الماجنيتيود. هيدي هي الفكرة، بنفس الماجنيتيود. هيدي هي فكرة الانتراكشن. هيدي الفكرة هي بسموها القانون الثالث تاع نيوتن، نيوتنز ثيرد لو. يمكن انتم ما بتعرفوا بهالاسم، بس هو يعتبر نيوتنز ثيرد لو. نشوف شو قلتنا. R1 exerts force on R2 and R2 exerts force on R1, then they are in interaction. فعلا جيد، بعتقد جوابك محكم وجيد. أكيد ما هي هاي الفكرة، انه اذا اصبعك عم يعمل على الكتاب معناتها الكتاب عم يعمل على اصبعك. اكيد وكان احلى كمان، هلا جوابك كافي بعتقد وهيدا، بس في اذا حبيت ترسمها كمان مش غلط. اذا بدك ترسم بتقول الفورس اللي عم يعملها الار 1 على الار 2 هي فورس سحب، هيك رايحة، هيك رايحة على الشمال. هيدي الفورس اللي عم يعملها الار 1 على الار 2، تحط F R1 slash أو مثل كأنه per أو slash R2 بتساوي equal للماينس للفورس فيكتور
لل R2 سلاش R1 اللي إذا بدي أرسمها حيطلع منظرها من هالنقطة هيك راح يمينا، لأنه الفورس عم يعمل R2 على R1 عم بيشده لعنده، فال F R2 سلاش R1 رايح يمين، بينما ال F R1 سلاش R2 رايحة شمال من البوينت O للشمال، بينما هديك من البوينت O على اليمين. فهون كأنه pulling force، هيدا الفورس هيدا عم يجذب هاي وهيدا عم يجذب هاي، عكس ما كان اصبعك عم يعمل على الكتاب، انت اصبعك كان عم بيكبس على الكتاب وبالتالي الكتاب كبس على اصبعك. 3. write down the vector relation between the two forces T1 exerted by R1 on R2. انا اللي سميتها F لل R1 slash R2 والT2 هي ال FR2 slash R1 at point O. بيلاقي write down the vector relation between the two forces. دائما بالانتراكشن بيكون هيدي الفورس ايكوال ماينس هيديك دائما كفكتورز. برافو. According to the principle of interaction T1 equal minus T2. برافو. بعتقد كمان جواب كيف of the same magnitude and opposite same line of action and opposite direction. صح، وإذا بترسمها خير وبركة. دايما ارسم، انا بتقديري دايما ارسم، يعني هيك بتبين له للمصحح انه انت واثق من نفسك ومش خايفان يعني تعمل غلطة. هلا اذا خايفان تعمل غلطة ما ترسم، بالاخص انه ما طلب منك، بس ما في شيء بالفيزيكس بلا رسمة. يعني 4. calculate the magnitude T2 of the force T2 and deduce that T1 not T1. لنشوف كيف بدك تحل لنا اياها. عليك ما لزن ايام كشفوا لنا القصة. هذا نقاش حلو. فاذا T2 نتذكر T2 هي عم يعملها R2 عم يعملها على R1. فاذا T2 هي طيب calculate the magnitude T2. T2 هي الفورس عم يعملها ال R2 على ال R1. صحيح. نحن هيك حافظين القاعدة، نحن حافظين قاعدة هوكس لو T equal K times X أو K times delta L. نحن حافظينها على اساس الفورس اللي السبرينج عم يعملها على اوبجكت تاني، وبالتالي انا بما انه الكي مكشوف هون بالR2 فبقدر اعرف الفورس اللي عم يعملها الR2 على الشيء التاني اللي هو هون مساق بالR1. وبالتالي معه حق الفورس اللي بقدر اعمل لها كالكوليشن هي T2. فانت قلت T2 equal كتب هوكس لو equal 100 نيوتن بر متر ضرب مظبوط هو زح 5 سنتيمتر يعني 005 صح يعني 5 نيوتن. برافو. رجعت قلت هاي يعني برافو عفاك. وبالتالي كشفنا ال T1 قديش. هلا بعدين بيقول لك find the value of K1. كان احلى لو استعمل كلمة deduce بس ما بيأثر، يعني ما حبوا يكرر deduce مع انه ما غلط. كمان مرة تانية هوكس لا بنعرف هو قديش مغط. وهذا سؤال حلو على فكرة مهضوم. سؤال حلو. سؤال عن جد حلو حرزان هيك.
انا عم فكر ب بشي تاني، عم فكر ب هلا هون هون نحن طيب find the value k1 إن according hook's law k1 يساوي t1 على دلتا l1 يساوي 5 نيوتن. برافو، لأنه هو t1 k1 يساوي كمان الفورس اللي السبرينج عم يعملها. اوكي صحيح. صحيح يا عزيزي، صحيح. يلا بزيادة هاي بعدين، بس انا عم فكر باشياء تانية، عم فكر بالويت، عم فكر باشياء تانية وهيك هيك. اذا حبيت هيك، اذا حبيت شاركك بعض ما كنت افكر به. مثلا نفترض ال R2 عندها ويت، فهل ال T1 اللي هي الفورس عم يعملها الار 1 على ار 2 اللي هو عم يشدوا هيك، بس الار 2 هو الاوبجكت اوف انترست، يعني مثل الماس، بصير عنده ويت نازل نزول، وبصير عنده فورس هيك عم تشده هيك على اليمين، وعنده كمان الحيط عم بشده على الشمال. ما هنا هلا كنت عم فكر فيه، عم شوف انه كيف بدها تعالج الامور. مثلا سؤال مهضوم، هل اذا كان هو عن جد وازن فهذا بصير سؤال معقد وثقيل وما بيعطوه بهالصورة المعقدة، حتى بالصف العاشر ما بيعطوه بهالصورة المعقدة، ولا حتى بالصف الـ11. يعني عادة بيسهلوا السيستمات بشكل انه تشبه أنظمة يسهل فهمها ومنا كتير مركبة. فالسؤال اللي انا طرحته انه ماذا لو كان عندي ماس هون وكذا وهيك، وكيف حيطلع شكلها وكذا وهيك، وهل يا ترى بتدندل، واذا دندلت كيف بدك تعالجها وكذا. وهذا السؤال من الاسئله اللي بتصير اللي ما كتير للاسف، برجع بقول لك للاسف، بس لا، واتفهم يعني ما حدا بيهتم لامرها هالنوع من الاسئله وهيك. على كل الاحوال السؤال كتير مهضوم.